مساء الخير، شوفوا منو صارت معاي الحين في خليك لايف. أميرة، هاي، شلونكم؟ تمام، شلونك؟ الحمد لله تمام. وحشتينا يا أميرة، والله كلكم وحشتوني. وين هالغيبة؟ شوف اللي تابعك عدل يطالع ان انت ما تطلعين لقاءات وايد، انت بس تمثلين مسلسلات وتختفين. والله يعني ما احب، مو اي احد يطلع مع لقاء، بس طبعا انت عزيز وغالي فما اقدر اقول لك لا. راسي. شكرا. بتول تقول لك منورين حبيبتي. ثانك يو. هني منو بعد؟ شوجي تقول لك منورين. وايد فطوم الحايك تقول منورين. شكرا جزيلا حق كل اللي قاعد يتابعونا. راح نبدا اول شيء باهم سؤال، واول سؤال يا اميره، اذا قلنا لك اليوم نبيك تعرفين نفسك على الناس وتقولين منو اميره النجدي، شنو ممكن تقولين؟ أميرة النجدي واحدة على طبيعتها، وايد ما أحب أصطنع. يمكن هذه الأسباب أن أنا مثلا ما تلقوني وايد على السوشيال ميديا كسناب شات أو لوبس. حين توني داش أسوي لوبس، لأن أنا يمكن مرات أكون متضايقة، مو بالمود أن أصور، فما أقعد أمسك التليفون وأصور وأنا متضايقة وخلاص أكذب على الناس كذي. ونفس الوقت ما أحب أن أقول لهم ترى أنا مضايقة وما شنو فيكم وكفيكم. بس أنا وايد أحب الناس، وايد أحب أن أنا أكون قريبة منكم. أوكي. وإن شاء الله راح أكون أكتف على اللوبس والسناب شات عشان أكون أقرب منكم. إنزين، شوف إحنا لأن ويهنا مو طالعة كاملة، فإحنا لازم نسوي يعني شيء معين عشان أن ويهنا تطلع شيء أحسن. أيوة. نقدر نقرا شنو قاعدين يقولون. أميرة، انت من الفنانات اللي ما شاء الله تميزتي في مشاركتك مع كبار النجوم في الساحه الخليجيه. يعني انت مثلتي مع القديره حياه الفهد مسلسلين، مع القديره ام طلال سعد عبد الله مسلسلين، ف كل واحدة منهم أكيد استفدت منها شيء معين. خلينا نبدأ بالغالية أم سوزان السابحة فهد. طبعاً أنا كنت وايد لكي إن أنا أخذت هالفرصة. كانت محظوظة جداً. أي محظوظة. أوكي. إنزين، إن أنا مثلت مع ماما أم سوزان. أول شيء هالإنسانة همت التواضع وصج أم حق اللوكيشن كله. استفدت منها شلون أكون أولاً قدام الكاميرا، ما أكون متوترة أو أن أكون خايفة، أكون على طبيعتي أكثر. نفس الوقت ما أكون متكبرة أو شايفة نفسي على أي شيء، لأن ما شاء الله عليها قمة بالتواضع. إذا كان هي أو ماما أم طلال، اثنينهم يعني ما شاء الله يعني قمة التواضع. بس قلت يعني الوقت اللي تقعدون فيه، يعني مثلا قلنا اول يوم تصوير او اول لوكيشن، شلون تعاملها يكون تعامل اول مشهد؟ شلون اول مشهد مع ام طلال شنو كان شعورك؟ اصلا انا صراحه كنت خايفه، وايد كنت خايفه. ايه انزين، بس هي الحمد لله طمنتني وقاعد تقول لي انت راح ان شاء الله راح تصيرين شيء كبير. إيه؟ بس يبي لك تركيز شويه بالنطق، انا اتكلم بسرعه. ايه هي هذه الملاحظه اللي اعطتني اياها، يعني اعطوني اياها اثنينهم. إيه؟ انا اتكلم بسرعه. إيه؟ بس قالت لي ما شاء الله ليش، يعني تمثيلك حلو وان شاء الله راح تصيرين شيء قوي. فهذه الكلمه بس خلتني خلاص يعني تحت نفسيه وصرت امثل من غير خوف. زين، ريحانه كان اول مسلسل مع ام سوزان وبعدها مسلسل حال مناير. اكيد اختلف شعورك بين المسلسل الاول للمسلسل الثاني، صح؟ ايه، اول شيء كنت طالعه بدور بنتها، فكنت طبعا مشاهدي اكثرتها وياها، فكنت طبعا خايفه. بس نفس ما قلت لكم يعني يطمنون، يخلون يعني اول شيء ما يحسسونك ان حسونكم ان هم مثلا انا حياه فهد لازم تخافين توقف قدامي. لا بالعكس، نهائيا يطمنون الواحد، يخلونه يصير يعني مرن اكثر. احنا نوجه لهم اكيد تحيه وايد كبيره من خلال خليك لايف. اميره، ابي اسالك سؤال شوي يعني بعيد عن هالقديرتين، وابي اعرف من اللي اكتشفك؟ صدق يقولون ان اللي اكتشفك استاذ سعد الهواري، شكرا حسن البنا. صدق اللي اكتشفك استاذ سعد؟ ايه استاذ سعد. كنت رايحه مع رفيجتي تصوير، وهي البنية كانت يعني مو معروفة، انها كانت رايحة بس شي مشاهد صغيرة. أوكي. وانا كنت رايحة معاها والله بس كذي، ف
وانا احب التمثيل، فقعدت تكلمت معاه قلت له ان شلون لو اقدر امثل طريقه وشي وشي. قال لي خلاص انا في مثلا مسلسل جاي ان شاء الله وفي دور شي وشي، راح نشوفك على الكاميرا شلون تقدرين تعدين، راح يكون في خوف ما خوف هالسوالف. وكان اول مسلسل هو شو اسمه؟ صديقات العمر. لا قبله مع عمل عوضي كان. اوكي نسيت اسم المسلسل. حلو. سنين شيء سنين. اي شيء سنين شيء. المهم فدوري كان رفيجة أمل عوضي. فالحمد لله كنت واقفة قدام الكاميرا مع أن أول مرة ما كنت خايفة ولا صارت فيني رهبة الكاميرا هذه. هذا السؤال مهم، شلون ممثلة تنسى أول مسلسل اشتغلته في حياتك؟ لا مو نسيته لأنه من زمان وايد ووقفت أكبر. ندم السنين؟ لا ندم السنين. لحظة. أتذكر. راح أقول لك. جرح السنين؟ لا. لا مو جرح السنين. إنزين كملي. ايام العمر ايام العمر ايام العمر شو فكر اي بس. فالحمد لله يعني مثلت عادي. انت عارفه ان انا اول مسلسل اشتغلت في حياتي كان اخراج استاذ سعد الهواري. صدق؟ اي بعد ما جلت تحيه حيل كبيره. اي طبعا مسلسل جامع زمان. زين بعد وقت ويعني مده وايد طويله اليوم صرتي تشتغلين اعمال مهمه. في رمضان الماضي كنتي في تعتراضي كنت دور مهم، قبلها كنت في آخر المطاف وأيضا كان دور مهم. كلميني عن النقلة هذه اللي هي ما بعد أن الواحد يكون عنده شوية تطور حتى في أداء. شكرا فيصل. طبعا أنت الحين تبيني أتكلم عن أول مسلسل والحين. أيوة الفرق بين أول مسلسل أو أول أعمالك إلى الفترة اللي يعني. أي طبعا أنا بأول مسلسل وقفت فترة وبعدين رديت مرة ثانية مع مسلسل واجهة مع ماما طلال. طبعا والله هذا المسلسل كان حظ شيء يعني كان نصيب صدق. يعني انا كنت مسافره اصلا وادرس برا وما كنت يعني خلاص اني قلت حق نفسي بعدين لما ارد خلص دراسه وارد وشي حق التمثيل. والاستاذ سعد دق علي يقول لي ابيك تجيني الحين. قلت له ليش؟ قاعد يقول لي مسلسل مع استاذ طلال وكذي وكل المشاهد وياها انت وشي. أنا صار فيني صدق والله موافقة أكيد ما بس أحضر خلاص. وطبعا اشتغلت لما اشتغلت في المسلسل كان طبعا إنتاج شركة صباح بيكتشر. فوراها على طول هم خذوني يعني وياهم بال يعني شافوا إن طلال ما شاء الله تمدح فيني والمخرج كذي فقالوا خلاص نخليك معانا بالشركة إنه في مسلسل وراه نبي تكونين معانا هم من دور صديقات العمر. عقبها صار جرح السنين، عقبها صار الحب الحلال الحب جنون. فصارت ستيب باي ستيب يعني صدفه صارت. يقولون ان اول مسلسل لك حسب ويكيبيديا كان مسلسل جرح السنين. انت اشتغلتي في جرح السنين؟ اي كنت بنت استاذة زهر عرفات. زهر عرفات بس ما كان اول مسلسل. لا ما كان مسلسل. كان عقب بالواجهه كان. لا عقب صديقات العمر. اوكي. بشكل عام الاعمال اللي انت اشتغلتيها اغلبها اعمال ناجحه واغلبها اعمال مهمه، بس اكيد في قلبك كذي ذاكره حق واحد من الاعمال اللي تحسينه وايد قريب عليك، شنو؟ حاليا وايد احب تعترضيك لان الجروب كان وايد حلو. ليش معنى تعترضيك؟ عشان انا تعترضيك عشان انا موجود في العمل لازم. اي طبعا طبعا. اوكي. لا لان تعترضيك كنت حاسه ان انا ببيتنا. عرفت شلون؟ انه قاعد تمثل اي مرتاح يعني انه وحتى المسلسلات الثانيه يعني هو طبعا شوف هو حسب الممثلين اللي حولك. في منهم وحسب المخرج حسب الكاست كله. حق استاذ مناف عبد طبعا استاذ مناف يعطيك يعني يعطيك نصائح بس ما يخليك تتوتر ما يخليك انه لا لازم تسوي مو باسلوب انه انت خلاص الواحد لما يتوتر خلاص ما يقوم يسوي شيء. فلا هو ما شاء الله عليه يعني كلش مو كذي بالعكس يعني ينصحنا بطريقه حلوه انه بيطلع العمل حلو وانت الممثل نفسه بس يعني بشكل حلو. اوكي. أميرة انت بيسأل برايك يعني لو رجعتي خطوه ورا منو اللي ممكن ما يجاملك ويقومك؟ يعني لو طاح دار فيك الزمن وتأذيتي وممكن قلت نجوميتك والى اخره، منو الشخص اللي ممكن راح يساعدك تتوقعين؟ غيرك طبعا؟ غيري طبعا. شخص بالوسط؟ كيفك؟ برا الوسط طبعا امي ورفيجتي اللي الحين طبعا موجوده معي.
اللي هو وايد يحبها. داخل بالوسط ما ادري بصراحه، ما يعني غير اهلك واصدقائك المقربين بشكل عام انت ما تثقين باحد ممكن انه يساعدك فيه. مو ما اثق بس ما ادري، الحين الناس صارت شويه غريبه، يعني في ناس ممكن تكون معك زين الحين بعد شويه تطلبهم ما يكونوا موجودين، فما ما ابي اقول احد. زين احنا لازم نروح حق موضوع مهم. في كثير ناس ينتقدون الاشخاص اللي يشتغلون في الوسط الفني الكويتي او الخليجي وما يكونون هم في الوسط الفني الخليجي الكويتي، او اقصد انهم ما يكونون خليجيين. دائما في تحفظ على موضوع اللهجه، مع ان انت ما شاء الله وايد تتقنين اللهجه الكويتيه ولهجتك تعتبر لهجه ممتازه. شنو تعليقك على هالموضوع؟ والله يعني طبعا انا فخوره بالانا مصريه وبلهجتي وكل شيء، بس انا الحين اتكلم كويتي لان المتابعيني اكثرتهم بالخليج. بس انت تعرفين تكلمي مصري ولا ما تعرفين؟ اكيد بعرف اتكلم مصري. عيب عليك. مصري 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 طبعا. اوكي ترى هالسؤال الناس سالتني اياه ام طلال اول ما دشيت الواجهه، قلت لها تتكلمي مصري؟ قلت لها اكيد. وكان دورك في الواجهه مصريه؟ كنت اتكلم مصري، كنت المفروض انا كويتيه بس امي مصريه. اوكي هو اتكلم مصري، فقلت لها لا، قالت لا اتكلم جداي مصري، كانت مو صدقتني. بعدين تكلمت مصري. قالت شوف الناس يعني هني عبادي يقول افكرها اول كويتيه. وايد يعني ناس ما يصدقون، مصدومين يقولون انت من مصر. يعني الناس اساسا ما كان عندهم هذه المعلومه ان انت. انا بسناب شات وايد تيلي هالشيء لما اتكلم مصري مرات انا رفيجاتي وكذي قاعدين يقولون انت مصريه؟ انت معقول؟ ابغاك كويتي؟ لا انا مصريه، يعني انا يعني مو ناكر هالشيء، بالعكس قالتها بكذا لقاء وهالسوالف. اوكي انزين، الفقره الحين الاجابه الجايه لازم تكون كلها بالمصري. اوكي ماشي خلاص. بصي، مين الفنانات اللي بتحبي تتابعيهم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ كممثلات او كسوشيال ميديا عامه؟ ما تكلمتيش مصري ليه؟ سوري انا ترى ما اعرف راح اتكلم مصري معي شكل مصري. بتكلم مصري. مصري بتاعك غريب جدا. اوكي قولي. في السوشيال ميديا ولا عامة ممثلين وكذا ولا؟ لا بشكل عام. بحب نهى نبيل قوي. تحبين نهى نبيل؟ نهى نبيل. أوكي. لأن على طبيعتها جدا. نوجه تحية حق محمود. طبعاً. وفوز. بتحبي فوز؟ بحب فوز قوي. فوز ولا فوز؟ فوز. ما قلت فوز أنا، ما قلت فوز، ما قلت مصر فوز. فوز و منو بعد؟ بس. اوكي احنا وصلنا الحين حق فقره اختاري بين اثنين، والحين لازم تختارين بين اثنين. جاهزه؟ جاهزه. فاطمه الصفي ولا بتينا الرئيسي؟ فاطمه الصفي. لان ما اعرف بتينا وايد، انا اعرف فاطمه الصفي بس احبهم اثنينهم. اوكي انا بنشوف بعد الناس يكتبون فاطمه الصفي ولا بتينا الرئيسي، لازم تجاوبون على السؤال. هنادي الكندري ولا صمود؟ صمود. صمود ليش؟ مشتغلة معها أكثر وأحبها يعني شخصية، الاثنينهم يعني عاد ما 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 أكره أحد، بس صمود أكثر متعاملة معها، أنا كانت أختي بدور همن، مو بدور واحد كذا دور، فصرت كلوز معها أكثر. هبة الدري ولا عبير أحمد؟ هبة الدري. أحبهم زين بس هبة الدري حبيبتي شبيهتي ما أقدر. أحبها وايد. نروح حق المطربين في مصر. أوكي. شيرين ولا أنغام؟ أحبهم الاثنين. أوكي شيرين. عمرو دياب ولا تامر حسني؟ تامر حسني. أحب عمرو دياب القديم بس. الهضبة. الأغاني القديمة. الهضبة أوكي بس ما أحب أغاني جديدة، كيف تشتغل أنت؟ زين راح نختم مع ممثلات مصر. أوكي. جاهزة؟ أوكي. مي عز الدين ولا منى شلبي؟ لا منى شلبي. منى شلبي، لا كذا احنا أنا وأنت نفس الشيء. أوكي. كذا صح. بس انا استمتعت وايد بوجودك معي. حبيبي والله انا بعد استمتعتي. اللقاء مر وايد سريع يعني ما حسينا بالوقت كلش. بس اكيد يعني في ختام هالفقره نبي نسوي شيئين. اول شيء تختارين الحين اسئله من الناس وتجاوبين عليها. اوكي. والشيء الثاني اللي اعرف ان صوتك حلو فلازم نختم بالاغنيه. او ماي جاد انت ليش صح؟ تغني معي بس. تغني معي. اوكي. شنو خلينا نشوف الاسئله. يسالون عن عمرك، تحبين تقولين عمرك؟ اي عادي. كم عمرك؟ 22 داشه 23. 22 داشه 23. اي مواليد؟ 94. شنو؟
يعني توقعتك اكبر بس ما شاء الله صغيره العمر كله يا رب. اول مسلسل لج قالت منو بعد ايش فيك اكبر من عمرك والله شو اسوي بعد اكبر من عمرك اي لان الميك اب صح بس يقولوا لك العمر كله تسلم تسلم. يسالون هل انت متزوجه ام لا؟ لا لا. اعمالك القادمه شنو اعمالك القادمه؟ للحين ماكو شيء بس في كم نص الحين معرضين علي بس بقراهم وبعدين بقرر. حسين يقول غير التمثيل شنو حابه تصيرين؟ ماكو شيء بس تمثيل بالي بس احب اغني بس ما فكرت ان انا اكون مغنيه يعني. اكثر مسلسل ندمتي انك مثلتي فيه وليش؟ لازم تجاوبي. اي بس ترى لا انا ما ندمت ولا مسلسل اشتغلته ما ندمت على ولا مسلسل لان ما ادري الشيء وانا مطفوب عليه اقرا النص عجبني عجبني الدور اسوي ما عجبني ما اسوي. حظ منو من الممثلين السعوديين اللي تحبينهم وتتابعينهم؟ السعوديين لحظه عبد المحسن نمر. اوكي. شنو تخصصك الدراسي؟ بزنس مانجمنت اداره اعمال. وينك عن المسرح؟ والله نفس ما قلت لكم انا حظي كل ما يجي الموسم مال البروفات مال المسرحيه اكون لا مسافره يا لا هي بالمضار مع اهلي يا في شيء يعني سبب بس ان شاء الله. او ممثله تتمنين تشتغلين معاها؟ خليج ولا برا؟ كيف؟ شاروخان. وايد طرد صح؟ وايد طرد وايد كبير. اي ادري ادري والله احبها شو اسوي والله مثل مثل ما يعني رامز شو اسمه قال بياخذه معاه مسلسل فيلم ما شنو اشمعنى رامز يعني؟ لا رامز طموحه عالي وقد صراحه قد امكانياته انت شايفه شو قاعد يسوي بس اي اوكي يعني ان شاء الله بعدين هو قابله يعني مو بعيد علي يمثل معاه. اوكي بس قلت منو من ممثلين مصر كاتبين منو من ممثلين مصر تتمنين تشتغلين؟ ممثلين مصر سعد الإمام ومحمد رمضان إن شاء الله. يسألون عن برجك. برج الأسد. أسد أسد أي برج؟ العقرب. العقرب يس. شنو أكثر مسلسل توقعتي ينجح وبس ما نجح؟ ريحانة. أوف. المسلسل كان يعني كان لي مشاهد فيها وايد تعبت فيها يعني كانت وايد قوية بس لأن المسلسل مو وايد يعني مو وايد خذا مشاهدة ف اللي سويته كله ما بين. منو أفضل مخرج اشتغلتي معاه؟ أفضل كل أنا أحبه ولا أفضل كشغل؟ ما أدري مكتوب منو أفضل مخرج اشتغلتي معاه؟ أستاذ سعد لأن اشتغلت معاه وايد صراحة. أنا كنت وايد سعيد بوجودك معي. أنا بعد والله وايد استأنست معاكم وأحس إن خلاص بسرعة يعني ودي أطول زيادة يعني. يلا إن شاء الله البرنامج موجود وخليك لايف موجود واللوبس موجود تقدرين تدخلين في خلاص. أي وقت. شكراً فيصل. فيصل أعطانا جزيرة. واو. شو الكلمة الأخيرة اللي تحبين تقولينها قبل ما نختم الحلقة؟ شكراً على استضافتكم لي بالبرنامج وايد وايد استأنست معاكم وكان وقت ممتع. واحبكم وايد والله لا يحرمني منكم. شكرا اميره على وجودك معي في حلقه اليوم. انتم اللي قاعدين تتابعونا احنا راح نكون وياكم ان شاء الله الاسبوع المقبل في حلقه جديده من خليك لايف. والحين نقول باي باي باي.